شوفوا لي على مدلوق قبل يا غوالي، قبل ما انزل بقلب الصحن. شايفين هاي بتكفي خمسة ها برياحة، بس إذا إلي أنا لحالي كفي واحد اللي هو الشيف عمار وبس. واحد اثنين ثلاثة أربعة، معنا ببرنامج لقمة للغوالي كل رابح بيربح $400 يا غوالي، ومعنا 10 رابحين يعني $4,000. ومسابقة شغل عمك أبراتب، وشروط كتير سهلة وبسيطة، بس تفاعل على هذا الفيديو، أكثر حدا بيتفاعل أكثر حدا بيعلق، كل ما علقت أكثر كل ما بتصير فرصك بالربح أكثر. وبعد ما تعمل لي هاي الشغلات هي يا غوالي التعليقات الحلوة بتنزل تحت على صندوق الوصف، بتلاقي رابط، تدخل على هذا الرابط، بس تدخل عليه بيطلع لك صفحة بأولها رابط المسابقة، تضغط عليه، بس ضغطت عليه بيطلع لك فورم عريضة ضيقة اللي بدك يا تكتب لي اسمك الكامل ورقم تليفونك، أو اسمك الكامل ورقم تليفونك والمدينة اللي أنتوا منها واسمكم مثل مكتوب على يوتيوب، حتى نعرف إنه هذا هو الشخص يلي كان عم يتفاعل ويدخل معنا بالسحب إن شاء الله على 10 جوائز، كل جائزة قيمتها $400. بتصلك وين ما كنت تكون. قبل ما نبلش يا غوالي اشتركوا بقناة الآن وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك شغل براتب، ويلا إن شاء الله تربحوا كلكم. أخي أنا هذا المطبخ زمان نظفته بإيدي، كل شغلة رتبتها بإيدي ما حدا بيرتبها. الخير مساء النور يا هلا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، كيفك شيف عمر؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله بألف نعمة، أنت كيفك شو أخبارك؟ بالله نشكر الله. إيه والله الحمد لله يا هلا. تذكرتني أنا مرة شفتك بالسوق وتصورنا سيلفي وقلت لي بس بليز بلا فلتر هيفا. بالله وين بأي مكان؟ كنت قاعد انت وشباب مطعم اعتقد ما بعرف مين. ايه صح صح، ايه كنت بمنطقة يوسف باشا، صح صح هلا تذكرت. ايه ايوه يوسف باشا. كان والدتك او حدا واجت تصورت؟ لا هي رفيقتي. ايه؟ وكبيرة بالعمر وحبتك كتير، قالت لي انا ما بعرفه بس ما شاء الله شفته وكتير حبتك. تسلمي. ذكرتنا؟ ذكرت هلا، ما عم لك جبتي حدا تاني فانا مفكرها والدتك او شيء. ما شاء الله عنك ذاكرتك منيحة الحديد. كيفكم شو الأخبار إن شاء الله؟ والله الحمد لله بألف نعمة. الحمد لله. لساعة السيلفي عندك ولا مسحتيها؟ لا لسه موجودة ولو؟ خلاص تمام. نشرتها على الفيس الانستغرام على كل المواقع. يا سلام. أهم شيء بدون الفلتر. أيوه أهم شيء. يا هلا هلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. هاتي لنشوف شو جاي عبالك وصفة. هلا أول شيء أنا حابة أعرف عن حالي، أنا رند بن هوان من حلب ومقيمة باسطنبول يا خيو. الحمد لله. فمرة نزلت وقتها كنا بسوريا، نزلت عند رفيقتي بالشام. أيوة لا من أول إذا بدك تحكي عن الشوام سكري على السيرة ما عيتك يعني. نزلت على الشام. أيه. ورفيقتي طعمتني أكلة كتير 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 طيبة. حلو شو هي؟ وحابة إني أجربها، فالصراحة أنا ما لي حابة أجربها إلا على طريقتك، لأني أنا في كتير وصفات جربتها. الصراحة أنا ما كان عندي الجرأة مثلا إني أجربها مثلا مثل يعني أي طبخة، والله ما عم بتذكر بالضبط. بس في كتير وصفات أنا جربتهم كانوا كتير ظراف. ممتاز. الأكلة هي أعتقد اسمها المدلوقة. أيوة منيح. وأخيراً وأخيراً الحلبية عجبتهم أكلة عند الشوام. يا رب يا رب يعني أنت كريم يا رب. لا 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 في كم أكلة أنا كتير بحبهم عندكم الصراحة. حلو. في أكلة تانية بس لا بعرف إذا بقدر أقول عنها أو لا. شو هي؟ هاتي لنشوف. أكلت فول مقلق أعتقد، حطوله كزبر. أنا كزبرة وتوم وزيت زيتون. أي بالضبط، هي أنا ما باكلها أبدا يعني، ولا أي. أول مرة كان بدو أبشع مع اللبن. طيب. يا ويلي. أي لبن متوم أعتقد. كتير كتير طيبة والله، كتير طيبة. صحتين وهنا. خلاص مدلوقة معناها على قلبك يا تمام. مدلوقة هساوي لك اياها من الصفر، من الكنافة للقشطة للحباشات للغراض تبعها لكل شيء يعني على الجاهز. تمام يعني. ان شاء الله. خلاص ان شاء الله عن قريب. الله يكرمك على عيني والله، يسلمون كلك ذوق. تحيه لحلب خيو. ماشي خلينا نشوفكم. خيتو خيتو.
شكرا لك ان شاء الله يومكم كله سعاده وهنا. مع السلامه. شكرا. الله يسلمك جميعا. مع السلامه. باي باي. اتشو لخاي اتشو. انتو بتعرفوا انه مصور حلبي اللي واقف ورا الكاميرا وبيحب كرشه. يسعد لي ايامكم يا احلى فنانين بكل المجره ببرنامجنا لقمه للغوالي. اهل الحلب ايش بدون؟ مدلوقه. هلا صاروا يحبوا المدلوقه، صاروا يحبوا الاكلات الشاميه، كانوا على طول يحكوا علينا اتش هذا حراق اصبع واتش فول مقله واتش ما بعرف ايش. طب لا هذا كله مو حلبي، ما بعرف انا دا يعني انا داخل انا مثل واحد حلبي عم يحاول يحكي شامي بس عم يقول شلونك، عم يحاول يعني يحكي مثل الشوام. فاهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا من الغوالي على قناة الان. اشتركوا بقناة الان، فعلوا زر الجرس، حط لايك شغل عماك ابراتب، وحط لي غير هيك تعليق غير شكل، واكتب لنا انت من وين، من حلب الا من تشام الا من برا سوريا. وخلينا نبلش نحن بالمدلوقة تبعنا. يلا اول شيء يا غوالي بدنا نعمل القشطة. هاي القشطة اللي بتنحط على المدلوقة هي مال القشطة اللي بتنطبخ، هاي بسموها قشطة مغلية، قشطة شامية او قشطة سحب، يعني بيسحبوها سحب بينسلوها نسل. تمام. هي الى طريقة معينة بتصير فيها، ممكن تحسوا الطريقة غريبة لكن بتطلع قشطة كتير طيبة كتير، يعني ما مثل القشطة يلي بتنطبخ. القشطة اللي بتنطبخ بتفوت على سخن، يعني قطايف شغلات للقلي، هي للشغلات الباردة يعني لسلطة فواكه، قطايف عصافيري بتتاكل باردة، حلاوة الجبن، يعني هالشغلات الباردة. طيب عندي لترين من الحليب هون بالطنجرة، إذا عندكم حليب تازة ما تستخدموا كريمة، حطوا لترين ونص من الحليب وحطوا عليهم معلقة نشا، لكن أنا عندي حليب مع الأسف أناني، فبيكون هذا أساساً مو مسحوب بس الدسم تبعه وكمان آكل قتلة من الصراحة، فبدي أحط عليهم 400 ميلي كريمة، يلي هي كريمة الطبخ. كريمة الطبخ هي عبارة يعني عن دسم، يعني دسمة كتير بتكون، فبترفع من كثافة الحليب، ترفع من دسم الحليب، فأضيفة أنا على الحليب ترفع من الدسم تبعه كأنه جبت أنا حليب دسم. وفيكم كمان أنتم تشتروا القشطة جاهزة، أنا حسابكم إياها بطريقة سريعة أساسا. طيب هاي ال 400 ميلي خليني حط عليهم معلقة أكل نشا وأخلطهم مع بعض. هاي عم بخلط الكريمة مع النشا، الحليب هون. أول شيء خليني دوب النشا 100%، أتأكد منه أنه داب بقلب الكريمة. وهلأ بنزل الكريمة تبعي اللي فيها النشا فوق الحليب. هلأ بنجيب الخفاقة ونخلطهم مع بعض على البارد، نخلطهم كلهم مع بعض. هلأ بناخد الحليب وبنطلع فيه على النار، بس ما رح نطبخه. يلي حنساويه حنشغل عليه النار نخليه يوصل للمرحلة يلي هي قبل الغليان، يعني ما يغلي، يعني قبل ما يوصل للغليان بدنا نشيله من على النار وننتقل للمرحلة يلي بعدها. شبكن لا تخافوا، تعوا خلص هلا بتشوفوا المرحلة بعدها، خلص روحوا. هلا يا غوالي منجيب صينية عنا، شايفين؟ هاي صينية، صينية عادية يعني، أو حتى صينية مربعة تبع الفرن شغالة، الحقوني على الغاز. أول شيء هون عندي مي بطنجرة كبيرة مغلية، بحط الصينية فوقها. تكون يعني الصينية أكبر منها بشوي قدها، يعني هي واعة بقلبها، شايفين؟ هلا بتفشها بنزلها لتحت مزبوط 100%. هلا شو بساوي؟ الحليب هون عندي وصل لمرحلة ما قبل الغليان، صار حليب سخن، شايفين؟ طبعا هذا الحليب اللي مخلوط فيه كريمة والنشا. هلا شو بدي ساوي؟ بدي فضيه هون بهذا الشكل. هلا بعد ما فضيته في تحته شو عم بيصير؟ بخار، تمام؟ والحليب فوق محطوط بالصينيه، ما عم يتعرض للحراره، عم يتعرض للبخار. بنعمل هي الحركه، بنجيب الخفاقه وبنحطها بقلب الصينيه وبنعمل هيك. شوفوا شو عم بيصير، صار عندي فقاعات. شكل القشطة السحب او هي القشطة المغلية بيجي عليها فقاعات، لنشكل هاي الفقاعات بنعمل هاي الحركة هيك يا غوالي. بنتركه ساعتين على البخار وبنهدي عليه النار، بدي بخار بسيط يجي عليه من تحت بس سادد، يعني البخار ما عم بيهرب لفوق، كله عم بيجي على الصينية، يا طنجرة صغيرة والصينية أكبر منها يا مثلا توقع بقلبها. وفيكم كمان تحطوا صينيتين، يعني تحطوا طنجرة بخار بطنجرة بخار، يعني طنجرتين فيهم شوية مي وعم بيطلعوا بخار، مي عم تغلي، وتحط صينية من هون وصينية من هون وتطلع كمية قشطة أكبر. هلا بدنا نتركها ساعتين وبنرجع لكم بعد ساعتين لتشوفوا كيف صارت.
هلا مرق ساعتين، مرق ساعتين الا لا تعوا 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 شوفوا تعوا شوفوا ما عملنا شيء، شوفوا كيف صارت على هادي. شايفين هذا اللي عم بحكي لكم عليه، ليش عملت هالفقاعات؟ منشان يتشكل عندي هذا المنظر، وشوفوا شلون لونه فيه صفار، هذا الصفار هو الدسم تبع القشطة. هلا هي باخدها هون وبدي حطها بالبراد، برف لحالها بالبراد، ما يكون في شيء جنبها، ليش؟ لحتى ما تطعم، بخليها لتبرد، يعني هون لأنه هلا هي ما لها سخنة، لأنه البخار بسيط عليها، هي دافية، بحطها بالبراد لحتى تبرد، وبعدها بورجيكم كيف منشيل القشطة تبعنا. وأخيرا مرق معنا 3 ساعات. شوي شوي بس منشان ما نكبكب، أهم شيء ما نكبكب. هلا باخدها وبحطها هون على الطاولة. هيك بردت وأمورها صارت بالسليم، نقولكم نظرة عليها بس لجيب غرض. يلي جبته سكين صغيرة وكمان كفوف، لأنه القشطة بالذات يعني موضوع مو بس إنه تكون إيديك نضاف، القشطة دغري بتلقط، يعني دغري بتلقط طعمة، بتلقط شغلة، بتخرب، بتلقط بكتيريا مثلاً، لكن ندير بالنا نحن عم نتعامل معه، نتعامل معه بحنية يعني. بدكم تشوفوا قشطة غير شكل. هلا منجيب السكين شوفوا شو بنعمل. شايفين هون الحواف بتكون لزقانة هيك، مشيها هيك، بشيل الحواف كلهم. ولا يا غوالي أهم وأحلى منظر لازم تشوفوه، قربوا. بعد ما حررناها من الدائر نعملها هيك. شايفين هذا الحليب اللي تحتها؟ شوفوا 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 ما شاء الله، شوفوا شوفوا هاي القشطة يلي بدها وحدة، الله يبارك له، ما شاء الله ما شاء الله، مليان قشطة مليان. وهلا بدي اسحب القشطه كلها اللي بالحليب، يعني بدي صفي الحليب وطلع القشطه يلي ضلت تحت لسه. اخي بلا مدلوقه بلا بطيخ، انا حاكل هدول القشطايات الصراحه، صراحه اكلت شقفه منهم كثير طيبين ودسمه دسمه بشكل يعني. هاي حطوا عليها عسل، رشوا لكم رشه فستق كلوها مع الفطور، مع الشغلات البارده، سلطه الفواكه، القطايف العصافيري، شطه ريالتي. طيب المهم هاي فينا نسكرها، نحطها بعلبة ونخليها بالبراد، بتعيش 48 ساعة من وقت ما ساويناها، وإذا حافظنا عليها كثير بتعيش يعني لليوم الثالث، لكن ينصح إنه دائما تكون تازة وتاكلوها تازة، هي غير القشطة المطبوخة. هلا خليني آخذها حطها بالبراد واشتغلكم بقى بالكنافة وعجينة الكنافة وكيف نساوي المدلوقة بطريقة بسيطة بالبيت من الصفر. عجينة الكنافة يا غوالي ولا أسهل ولا أبسط من هيك، عجينة بتصير بالبيت يعني ما لها صعبة وما فيها 5000 مكون. مكوناتها مي، من الكاسة السحرية بنحط 2.25 كاسة مي، يعني بيطلعوا 450 ميلي، لأنه كل كاسة 200 ميلي، فكاستين وربع بيطلعوا 450 ميلي من المي، تمام؟ وبنحط أو فيكم تستعملوا أي كاسة عندكم بالبيت، حتى لو كانت أكبر من هي بشوي أو أصغر من هي بشوي، طبعا أنتم هون بتتحكموا بالكمية، أنا عم بعطيكم عدد كاسات، 2.25 كاسة مي، 2 كاسة طحين متعدد الاستعمال، وكاسة نشا، نشا درة، ونص كاسة زيت نباتي، وبدنا معلقة ملح واحدة تكون مسح معلقة الملح. أول شي خليني أحط الملح وانزل على المي بالزيت، والنشا والطحينات، هاي هي عجينة الكنافة. خليني حركها أول شي بالمعلقة بس هيك منشان لما بدي نزل الهند بلندر ما يطرش ويعبي الدنيا، بس خليني هيك أعطيها خلطة بسيطة بالمعلقة بس لياخد القوام مع بعضه. هلا بنجيب الهند بلندر، في عنا هند بلندر أو خلاط أو خفاقة كله شغال، أو يدوي تخفقوها يدوي هيك 10 دقايق كمان شغال. هلا بالهند بلندر بضربها 3 دقايق أو بالخلاط 3 دقايق، ليش؟ لحتى تربط مع بعضها، لحتى يتفاعل الجلوتين بقلبها تصير عجينة مطاطية هيك خيوط. يلا هي عجينة سائلة بتطلع طبعا، يلا خلينا نبلش نخفق فيها. بسم الله. هلا يا غوالي بتسناولوا لي كل شيء مقلايات عندكم بالبيت، انا عندي مقلايتين تيفال، بدي احط المقلايتين على النار، بحط النار هيك وسط وهي الثانيه. هلا بنجيب صينيه وبنحط عليها قماشه قطن، شايفين، وبخليها جنبي ولا ابسط من هيك.
هاي اذا ما عندكم منا جيبوا قنينة مي بلاستيك عادي وبخوشوا الراس تبع حمو دبوس وبخوشوا بخواشين ثلاثة او هاي شغالة. العجينة بعد ما خلطتها ريحتها 5 دقائق لازم ترتاح، اذا ما ارتاحت مشكلة، لازم ترتاح العجينة. هلأ بنزلها بقلب هاي، شوفوا قوام العجينة، شايفين مطاطي، شوفوا كيف هي عجينة الكنافة الاصلية. هلأ بسكرها وشرفوا معي عن مقلاية لكم. شوفوا الحركة كتير بسيطة، هيك نعمل خطوط، شايفين خطوط لا على التعيين يعني. مقلاية اول شي بتكون حامية بعدين بننوس عليها، خلص بنخليها على النايس المقلاية وبنستنى. شوفوا ما بتاخد ثواني، شوفوا بس عم بستناها تنشف. هلا بتنشف وبتصير تقبع، تصير لحالة العجينة تقبع لبرا. شوفوا شوفوا هون شلون قبعت، شايفين؟ شوفوا شوفوا العجينة، شوفوا كيف، شوفوا ها، بس بعمل لها هيك نزلها هون. معي محرمة، نستخدم محرمة، شوفوا شوفوا العجينة، شايفين؟ بعمل لها هيك بالمحرمة بتزيح. وفر فدون، يعني العجينة نشفت، شايفين؟ نشف العجين، نشف فرفدون هيك وبكمل على هالحالة. بتعرفوا قديش بياخدوا معي؟ ربع ساعة. للناس اللي ما عندها كنافة بتاخد معكم هاي القصة كلها ربع ساعة، تك 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 بتكونوا خالصين، لا زيت ولا شيء بتدهنوا، بس بعد كل سكبتين ثلاثة بنعمل هيك بالمحرمة وخالص. ولما ننزلها بننزلها هيك بالمحرمة مشان ما نحرق ايدنا، مناديل مطبخ. يلا وهي اخر صينية يا غوالي، ها شايفين؟ خالصين، شوفوا ما احلاهم. بتعرفوا هدول قديش بيطلعوا؟ بيطلعوا تقريبا نص كيلو كنافة، يعني هاي الكمية انا اللي عملت لكم اياها بتعملكم نص كيلو عجينة كنافة. في ناس بتحط ملون اصفر، بتحط نكشة ملون اصفر بتساوي لونه صفرة، يعني هذا الموضوع بيرجع لكم، تكون تلونوها مثلا تساوي صفرة انا بحب خليها هيك، بحس السمنة لحالة بتعطيها هيك نكزة لون. هلا خلينا ننتقل ننتقل لوين ننتقل؟ ما حننتقل من البيت، لا خلينا ننتقل للمرحلة اللي بعدها. يلا وهي ذوبنا 4 معالق أكل من السمنة، هي وماسكة بيكونوا 4 معالق، مو هي ودايبة، بس هلأ دايبة ما لها سخنة. هلأ منجيب عجينة الكنافة ومنجيب محضرة طعام أو ماكينة لحمة، الماكينة الفرامة، هي شغالة وهي شغالة، بس هي أسهل يعني، هذيك كبيرة وغسيل وجلي، وصراحة الجلي كله عم يطلع من ظهري يعني، هي من الآخر أحكي لكم، لا مصور عم يجلي ولا مرتي عم تجلي، هي من الآخر. طيب، هلا شو بنساوي؟ بنجيب مقص وبنقصص هيك العجينة، شوفوا ها، بس ديروا بالكم على أصابعكم، ياما مروح أصابعي إلي أنا، تكون إصبعتكم بين الشعرات مو مبينة. الشكل تبع المد بتلاقوه عشوائي، ليش؟ لانه كله بده ينطحن، ما بيهمني يعني، بس انا بدي نشف العجين، فهي انسب طريقه نحن لننشف الرطوبه من العجين، بس العجين لساته رطب مو ناشف كثير، يعني مثل عجينه الكنافه بتنباع بالسوق، هي مثل عجينه الكنافه التازه، لما تروح تشتريها تازه بتلاقيها هيك رطبه، هي نفسها اختها يعني. هلا بناخذ قسم من العجينه هيك وبنحطه بقلب محضره الطعام، وهلا بنحط قسم من السمنه لانه ما حطيت العجينه كلها، بس قسم، وبضربها على محضرة الطعام لتصير ناعمة ومتجانسة. السمنة بتنعمها يعني بتخليها تتنعم مع بعضها. هلا منجيب طنجرة تيفال او مقلاية كبيرة تيفال شغالة، بس طنجرة بتريحنا بالشغل لانه شوفوا طريقة الشغل تبعها كيف. هلا نطبخ العجينة، كيف نطبخها؟ منجيبها هيك، شوفوا شلون انفرمت، شايفين فرمتها شو ناعمة، ريحتها يعني شو بدي لكم بتشهي. هلا بدي ارفعها على النار وادعكها، بس بدها دعك دعك من قلبه رب يعني، وبحركها لحتى تشرب السمنه وتصير ناعمه، تصير مثل العجينه. ولا يا غوالي بعد 5 دقائق من التحميص، ما بنحمصها يعني تصير محمصه لا، بس هيك السمنه تغب العجينه، خلص بنطفي عليها النار. تعالوا شوفوها، شوف شايفين السمنة أو العجين غب السمنة مزبوط. طيب ليش ما أنا متماسكة مع بعضها؟ هلا بقلكم ليش. هلا هون بعد ما شلناها من على النار وبعد ما شربت السمنة بدنا ننزل عليها بقطر، قطر بارد، هذا القطر مجهز عندي، هو عبارة عن كاسة ونص سكر، كاسة مي، ما بنحط الكمية كلها، بنحط حاجتنا يعني، انتوا قديش بتحبوا الحلو، على قد ما بتحبوا الحلو حطوا قطر. هلا بدي ادعكها بالقطر، انا بدي احاول ادعكها بايدي
قدر الامكان. وسخنه كثير، خلينا على السباتوله. هلا بنضل ندعكها لحتى تبرد، يعني تتبرد، تمام؟ مو تصير بارده بس لحتى تبرد وتصير معنا عجينه، ندعكها تصير عجينه. شو بدي نزل عليها؟ بحب انا احط بقلبها فستق حلبي مجروش جرش، يعني هي المدلوقه بينحط على وشها فستق حلبي، وانا بحب احط كمان هيك بقلبها. وهلا بدي ادعكها كلها لحتى تصير عجينه قطعه واحده. وهيك يا غوالي ضليت عم بدعكها لبردت. شوفوا كيف بنعرف انه صارت جاهزه، بناخذ قطعه هيك، شوفوا ابي هيك كان يطعمينا اياها مثل راس الكبه. شوفوا شايفين، هي المدلوقة شامية على الأصول، تمام؟ يعني إذا أنتم شايفين بمكان تاني شيء غير هيك، غير بيشبه هيك، وقالكم هي مدلوقة، هي مو مدلوقة، هي عجينة المدلوقة، يعني هي اللي بتنحط تحت. هلا بدي أخذها ومدها بصحن. بسم الله، شايفين ما أحلاها، هي هي المدلوقة الشامية. هلا خليني مدها هون بقلب الصحن. مدلوقتنا جاهزة، والقشطة طبعنا كمان جاهزة، مجهزينها. هلا بناخد القشطة ومنقعدها فوين؟ فوق الصحن. هعطيكم زوم وعدوا هيك بس تصببولي على هالمنظر، الله يرضى عليكم. وهلا اجينا لأهم مقطع عندي بالحلقة اللي هو الأكل، بس قبل الأكل نعطيها رشة شو واحدة، الله يبارك له. ايه الله يبارك له على هالمدلوقة، بدها واحدة زبطني غير شكل، وواحدة دللني غير شكل، حاجة لسه تصوير وقصص ومدري بدي اكل. شوفوا لي على المدلوقة قبل يا غوالي، قبل ما انزل بقلب الصحن، شايفين هي بتكفي خمسة ها برياحة، بس إذا إلي أنا لحالي كفي واحد اللي هو الشيف عمار وبس. بسم الله، أنا هاخذ بس قطعة واحدة، مسكين أنا. بسم الله، شوف شوف يا غالي، هاي هي المدلوقة لما تكون العجينة سماكتها قد سماكة القشطة بتكون اسمها مدلوقة. ركزوا معي كتير منيح، بسيك هاي إلك وهذا الصحن إلي. شفتوا شلون؟ شقفة صغيرة أخذت أنا بس هاد. لك هات عم بمزح معك، حتى هذا الصحن لك، حتى هذا الصحن بدي أخذه، هات لإلك. قربوا شوفوا لي على هالمنظر، هذا المنظر اللي بيترخ. شوفوا طبقات القشطة شلون قاعدة ومرتاحة. خدك هيك لقمة يا غالي وروح فيها لوين؟ على المعدة دايركت. بسم الله، هاي الأكلة يلي بدها وحدة ويلاه ويلي. هاي هيك يعني تنعنشة، سكر خفيف، هيك يعني طعمتها كتير طيبة، ما بتحس حالك عم تاكل حلو، يعني لا سكرها تقيل، خفيفة. هلا خفيفة مو كتير خفيفة يعني، بس انه هيك بارده بتنعنش القلب يعني، وظريفه على المعده لما طعمت القشطه، ما بخبركم. المهم وين كنا نحن؟ نكون صريحين مع بعض، والله اطيب من اللي بالمحلات صراحه، يعني اطيب غير لما تساوي بالبيت بتعرف شو حاطط حباشات وغراض غير. الله يصلحك، بس خلصت الصحن تبعك؟ خو خلص الصحن تبعه، شو ساوي؟ هاخذ هذا الصحن وروح، كل واحد اكل صحنه بالنهايه. حبايب القلب، إذا عجبكم الفيديو مثل العادة شكرتونا الأمور يا غوالي. كان معكم شيف عمر من برنامج لقمة للغوالي على قناة الآن. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وتعليق. شغل عمك أبراتي، سلام.